لن ينسى سمير المجذوبي ذاك الرابع من يونيو من العام 99 900 وألف. كان الوقت ظهرا، يعبر الشاب ذو 25 ربيعا شارع المغرب العربي في منوبة على متن دراجته الهوائية. ولما أراد الانعطاف إلى زنقة فلسطين فاجأته امرأة مسنة تعبر الطريق خارج الممر المخصص للراجلين. ضغط على المكبح وحاول تفاديها، ولكنها في محاولتها الهروب مضت في الاتجاه الذي أخذه، فوقع ما لم يكن أي منهما يرغب فيه. صدم المرأة وأسقطها أرضا. على بعد بضعة أمتار وقعت العصا التي كانت تتوكأ عليها. سقط سمير أيضا، ولكنه نهض سريعا ومضى يطمئن على تلك المرأة المسنة. لما اقترب منها بدا له أنه أغمي عليها. جاء بقنينة الماء التي تلازمه ورش منها على وجهها. فتحت عينيها، سألها إن كان يستطيع أن يساعدها على الوقوف، وقد فاجأته بأنها ليست في حاجة إلى مساعدته. كان في قولها ما يدعو إلى الاستغراب. لما سألها إن كانت بحاجة إلى نقلها إلى المستشفى ازداد غضبها. وقفت دون ما حاجة إلى عكازها الذي ظل مرميا على بعد بضعة أمتار، ولكن سمير أحضره إليها. أمسكت به، ولما نظرت إلى سمير اكتشف سريعا أنها ليست متقدمة في السن إلى حد تحتاج معه التوكؤ على عصا. لم يكن بها عرج ولا تبدو عليها إعاقة. ثم انتبه إلى أن البدانة التي تبدو عليها إنما هي ناتجة عن ارتدائها عدة طبقات من الملابس. وهو يتفقد الأضرار التي قد تكون لحقت دراجته، انتبه إلى أن المرأة تتحسس جسمها على مستويي البطن والظهر. ظن أنها أحست في تلك اللحظة فقط بألم ناتج عن الصدمة. ترك دراجته واقترب منها. هل تحسين بألم في جسمك؟ لم تلتفت إليه المرأة وواصلت تحسس جسمها. ظن سمير أنها فقدت شيئا ما. جال ببصره حول المكان، ثم وقع نظره على ما يشبه حزاما من جلد أو من مادة مشابهة ملقا على حافة الطريق. لما أخذه ظن أنه محشو بشيء ما. كان مخيطا، ولذلك لم يتمكن من النفاذ ببصره إلى ما بداخله. عند لمسه يبدو وكأنه حشي رزما من الأوراق النقدية. لم تكن المرأة قد انتبهت بعد إلى أنه وقع على الذي تبحث عنه. أسرعت خطواتها نحوه وهي تقول أعطني حزامي أعطني حزامي. كان سمير يواصل تلمسه، وقد صارت لديه قناعة تامة بأن الذي بداخل الحزام رزم من أوراق نقدية. بقوة لم يتوقع أن تكون لها تقدمت نحوه وأمسكت بالحزام وحاولت أن تنتزعه منه. أثناء عملية الجذب سقطت رزمة من أوراق نقدية من فئة 5 و10 دنانير. كان مشهدهما لافتا للأنظار، ولذلك توقف عندهما بضعة فضوليين. صاح أحدهم إنها تتسول وتكنز أموالها في ذاك الحزام الجلدي. التفت سمير نحو الصوت فاستغلت هي الفرصة وانتزعت منه الحزام ودسته في كيس كانت تحمله معها. قال أحدهم ينبغي إخبار الشرطة، المرأة تتسول دون أن تكون محتاجة حقا للمساعدة. تجاهلتهم ومضت تتوكأ على عصاها، ولكنها هذه المرة كانت تسرع الخطى، وما لبثت أن ابتلعتها زنقة القادسية. الذين حاولوا اللحاق بها لم يعثروا لها على أثر، ولما عادوا قيل إنها قد تكون تسللت إلى إحدى العمارات السكنية واختبأت هناك. لم يسبق لسمير المجذوبي أن صادف حالة مثل حالة تلك المتسولة. صحيح أنه سمع حكايات كثيرة عن محترفين للتسول يكنزون أموالا كثيرة لا ينفقون منها شيئا، ولكنه لم يكن يصدق ما كان يسمعه من حكايات تبدو له أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع. يعمل الشاب في مطبعة صغيرة زبائنها من المقاولات الصغيرة والخواص الذين يرغبون في طباعة بطاقات الزيارة
أو دعوات للمناسبات المختلفة، وكان عمله ذاك يتيح له علاقات لا بأس بها عبر كل أحياء وجهات منوبة، بل إن لتلك المطبعة الصغيرة زبائن في تونس العاصمة نفسها. وقد حكى لأحدهم الذي حدث له مع تلك المتسولة التي صدمها بدراجته واكتشافه ذاك الحزام الجلدي الذي حشته رزما من أوراق نقدية قد تكون قيمتها تمثل ثروة صغيرة حقيقية. ولما أدلى بأوصافها لمخاطبه فاجأه بأنه يعرف المرأة، بل ويعرف قصتها كاملة. وقد سر سمير بذلك، إذ كان يتوق إلى معرفة حقيقة تلك المتسولة التي تحمل معها كل تلك الأموال وتستجدي الناس للحصول على المزيد. كان صديق سمير ويدعى نور الدين بوسلامة يعمل في مكتب للمحاماة في منوبة منذ عدة سنوات، وقد أتاح له موقعه ذاك الاطلاع على الكثير من القضايا التي كان المكتب الذي يعمل فيه يتولى الدفاع عنها، أو كان أحد أطرافها من خصوم من يتولى المكتب الدفاع عنهم. قال نور الدين إن المرأة جاءت من مدينة جابس قبل عدة سنوات تلاحق زوجها أمام المحكمة بتهمة إهمالها، وقد عجل الزوج بتطليقها مبررا انفصاله عنها بكونها تتسول وهي ليست ذات حاجة، وإنه نهاها مرات عدة عن ذلك ولكنها لم ترتدع. يحكي نور الدين أن الزوج اكتشف أنها كانت تغادر منزلها ما أن يخرج هو إلى عمله، وكان يشتغل في مخزن للأدوية في العاصمة، وقد فاجأها أكثر من مرة وهي تتسول في الأسواق وفي أبواب بعض المحلات التجارية. عرض أمرها على والدتها التي حاولت إقناعه بأنها ما تفعل ذلك إلا لمساعدته، إذ ذاك هجرها وجاء ليستقر في منوبة، ولكنها طمعا في الحصول على تعويضات تبعته ولاحقته قضائيا. كان ما يريد سمير الوصول إليه الأسباب الحقيقية التي جعلت تلك المرأة تتسول. سأل صديقه فرد بأنه لا يعلم الأسباب كاملة إلا ما كان مما صرح به طليقها، من أن المرأة كانت تريد الاغتناء بسرعة وتحقيق أحلام لم يكن بمقدوره هو أن يحققها كاملة وفي وقت وجيز. منذ أن طلقها واستقر في منوبة جاءت هي للاستقرار بالمدينة، لعلها تريد أن تغيظه كل يوم بتسولها في الأماكن العمومية. ولما صارت تأتي على ذكر صلتها السابقة بزوجها وتزعم أنه تخلى عنها، اضطر الرجل إلى الرحيل عن منوبة. تمكن سمير المجذوب من أن يحصل من صديقه نور الدين على عنوان تلك المرأة، وقرر أن يحاول مراقبتها بما قد يشفي الفضول الذي من فك يزداد لديه. في زنقة النابغة الذبياني في غرفة فوق سطح أحد المنازل تسكن تلك المرأة التي تدعى وسيلة برعود. لم يكن صعبا على سمير الوصول إليها، ترصدها في مدخل الزنقة. كانت الساعة في حدود 10 ضحى لما غادرت، ترتدي ملابسها تلك التي كانت ترتديها يوم صدمها بدراجته. مشت تتوكأ على عصاها تخطو كعجوز في 70 أو أكثر. لما اقتربت منها اختفى خشية أن تتعرف عليه. يعلم أنها تحمل معها حزاما محشوا أوراقا نقدية. اقتفى أثرها فرآها تمد يدها إلى المارة، البعض يعطيها وآخرون يتجاهلون يدها الممدودة. على مدى عدة ساعات رآها تقف في أبواب المحلات التجارية وتدخل الأسواق وتقف في أبواب المساجد. في المساء عادت المرأة إلى غرفتها تلك تحمل عدد الصدقات النقدية ما يكفيها ويزيد من أطعمة. بدا له أنها تحترف حقا التسول، وقد دفعه فضوله إلى أن يفكر في التسلل إلى غرفتها تلك لما تغادر في جولتها اليومية. ترصدها حيث ترصدها بالأمس، ولما غادرت زنقة النابغة الذبياني تسلل هو إلى ذلك المنزل، وسريعا وصل إلى تلك الغرفة في الطابق الثالث. كان معه مفتاح أعده كي يفتح الأقفال مهما كان نوعها، ولم يكن قفل باب غرفة متسولة معقدا، وسريعا انفتح الباب.
في المكان رائحة كريهة تصدر من الأطعمة الفاسدة التي تراكمت فوق طاولة من خشب. على الفراش الذي تنام عليه أغطية كثيرة، بعضها تدلى وسقط على الأرض. دفعه فضوله إلى اكتشاف ما تحت السرير. كانت هناك ثلاثة صناديق صغيرة من خشب. أمسك بأولاها، لم يكن له غطاء. اكتشف أنه مليء بالقطع النقدية مختلفة. كان منظره يثير الدهشة. ثم أمسك بالصندوقين الآخرين، كانا كالصندوق الأول مملوئين بالقطع النقدية. بحث عن الحزام الذي كان قد سقط منها يوم الحادثة، لم يجد له أثرا. حاول أن يبحث عن أوراق لها في درج طاولة صغيرة. بين أوراق إدارية منها نسخة من عقد ولادتها، اكتشف صورا لها قديمة بالأبيض والأسود، وصورة لمنزل لا يدري أين يقع. كان يبدو منزلا أنيقا. على ظهر الصورة كتب بخط بالكاد يقرأ: سأشتريه. غادر سمير الغرفة وهو يتساءل عما إذا كانت وسيلة المتسولة تحترف التسول لشراء ذاك المنزل. قال إنه سوف ينتظرها ويسألها. انتظرها عدة ساعات ولكنها لم تأتي، ومنذ ذلك اليوم لم تعد ترى في شوارع منوبة، ولا استطاع أحد من معارفه أن يأتيه بخبرها.